هي كتير انظلمت بكل شي مرقت فيه، ظلم كتير كبير. الضربات اللي أكلتهم ورا بعض خلوها تتحول لإنسانة كتير حقودة، ومن وقت ما تبريم هي تغيرت وصارت كتير قاسية، وكمان مانا عاملة حساب لبادي آما ومانا مهتمة بمشاعر مايا، كل همها تنتقم. ما كنت بتخيل إنه هالشي ممكن يصير، ما تخيلت إنه بنات عائلة ساكور ممكن يوصلوا لهالمرحلة. معقول هي مانا حاسة إنه هاد الشي اللي عم تعمله رح يدمر ناس تانيين ويأثر عليهم؟ بنتي من زمان ما كانت هيك. كانت كتير بنت منيحة، ومشان هيك أنا وياكي هلأ رح نساعدها لترجع مثل ما كانت. كيف رح نقدر؟ الانتقام يلي عم تفكر فيه بنديا غيرها وخلاها مو منتبهه انه هيك رح تدمر حالها وتدمر كل يلي حواليها. ما بعرف، بس لازم نعمل شي لنحل القصة. اسمعي، اول شي وقفي بكي فورا، لانك هيك ما بتحلي الموضوع، وبدك تهتمي بحالك شوي لحتى تقدري تساعدي بنديا. وبالنسبة للشي يلي صار هلأ، كوني متأكدة بنديا مستحيل تقدر تأذي حدا منها، وأنا ما رح اسمح لها تضل تتصرف هيك. رح ورجيها الفرق كيف كانت وكيف صارت هلأ. أنا بوعدك يا بونا رح تتغير، بس بدها وقت. وعدني. بوعدك. أنا دائماً كنت واقفة معك بكل شيء. كنت مفكرة إنه أنت عن جد مظلومة وعم تتعذبي وتعاني لحالك. كنت كل يوم أبكي بس لأني زعلانة عليكي. ليش؟ قولي. كنت أتخانق مع أي حدا بيحكي شيء مو منيح عنك. ما توقعت إني شوفك بهي الصورة أبداً. أنا كرهانتك كتير بندي، عن جد أنا من قلبي كرهانتك. عم تظلمي الكل حتى الأولاد، هذا عدل برأيك؟ جاوبي، هذا الصح؟ تعرفي منيح إنه مات زوجك، لأنه لو لساته عايش لليوم ما كان قدر يتحمل كيف صرتي أنتي. اهدوا بقى، خلاص. أنتي شو عم تعملي؟ بدك تضربي مرت أخي معقول؟ شو مشكلتك بنديا؟ مشكلتك إنك انظلمتي مو هيك؟ ومشان هيك أنا وقفت معك، نسيتي؟ وإذا أي حدا من عيلتي هلأ غلط معك أو ضايقك، تأكدي إنه رح وقف معك مرة تانية. واقف لكان ملك كل الملوك. تعال حماراتي. يعني قبل ما تتدخل أكتر وتضايق حالك بهذا الموضوع، أنا بدي ورجيك شغلة كتير رح تعجبك. هلأ شوف وقلي شو رأيك بهالشغلة. حلوة ما؟ بانو
أبي وينه؟ إذا ما حكيت معي بطريقة محترمة ما راح أقول لك. راح أحكي بطريقة محترمة. قل لي أبي وينه؟ إيه هيك بدي إياك. هو لسه عايش لهلأ، بس إذا لسه بدك تتدخل وتحشر حالك بهذا الموضوع ما رح يضل عايش، فهمت؟ بانو خد الأولاد على غرفتهم لو سمحت. لا بتنسي، لا تخليهم، لا تخذوا، يلا امشوا هلا امشوا لشوف. كلي على مهلك. على فكرة بنديا حبت هذا الأكل اللي عملتيه. شكرا، منيح يلي عجبك الأكل لأني تعبت فيه. لو سمحت فيني اطلب منك طلب، يعني بما أنك حبيت الأكل ممكن تخليني آكل معكم؟ خليني آكل بس لقمتين لأني كتير جوعانة. أنا صلي زمان مو أكلة. بادي أما بدي تروحي لعند حراسي وتاخدي لهم أكل، وبعد الأكل بدي إياكي تغسلي الصحون يلي أكلوا فيها. ماشي بنديا، أنا رح أعمل مثل ما قلتي. أنت فيكي تنتقمي قد ما بدك مو مشكلة، بس الأولاد ما دخلهم، هنن كتير صغار وما بيعرفوا أبداً أنت ليش عم تعاقبيهم. أنا عم أعاقبهم بس لأنهم أولاد عيلة ثاكور. بنديا حرام عليكي، هن إلهم من الصبح ما أكلوا ولا لقمة، لو سمحتي خليهم يأكلوا. يلي بقوله أنا لازم يتنفذ، مو مشكلة إذا ضلوا يوم بلا أكل. خالتي ريكا تفضلي، تفضلي قعدي معنا، لأنك أنتي لبيتي كل طلباتي، لهيك أنا كتير رضياني عنك، ولهيك أنت فيكي تعدي تاكلي معي. كتير منيح. الختايرة شكلهم لهلأ في عندهم القوة لحتى يعارضوني، مثل ما بدكن. أنتوا كمان رح تضلوا جوعانين اليوم.